وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023. في اليوم 11 للحرب كنا منذ ليلة البارحة لمدة 72 ساعة ولكنها لم تصمد طويلا، وارتفاع عدد القتلى والجرحى بحسب نقابة الأطباء. قبل قليل فقدنا أستاذنا الدكتور بشرى ابن عوف، وأيضا هنالك عدد من الكوادر الطبية أصيبت وبعضها مفقود حتى الآن. حرب قبلية في الجنينة بغرب دارفور والموقف غير معروف حتى الآن. أميس ولا حسي إذا حصل هجوم كاسح للمدينة، حسي إحنا في القنابك. وهدوء في الفاشر بشمال دارفور وعمال نهب متفرقة. قام المصلحون بتبادل إطلاق النار مع صاحب المنزل، أدى إلى مقتل صهره بجانب السائق. هيئة محامي دارفور تحمل الدعم السريع والجيش مسؤولية القتلى والجرحى والخسائر الحادثة بسبب الحرب. مثل في البيان رفضنا أي تدخل بتاع دول منفردة في شان السوداني. إقليم النيل الأزرق يبقى بعيدا عن ويلات الحرب. وحكومة الإقليم عندها جاهزية لإخلاء كل الموظفين الأجانب. فأهلا ومرحبا بكم في جولتنا لهذا المساء. نستهل بموجز بأهم وآخر الأخبار. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا، أحييكم إلى حضراتكم. عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل للعام 2023. استمرار المعارك بين الجيش والدعم السريع في الجنينة لليوم الثاني على التوالي، وقتلى وجرحى ونزوح. إطلاق سراح مئات من السجناء من سجن شالا بالفاشر بولاية الشمال دارفور. اجتماعات في بربر بناشطين ومنظمات مجتمع مدني استعدادا لانطلاق مبادرة ضد الحرب. الدعم السريع يتهم القوات المسلحة بشن هجوم على ارتكازات بالقصر الجمهوري في الخرطوم. هيئة محامي دارفور ترفض الحرب العبثية ونتائجها وتحمل مسؤوليتها للبرهان وحميتي. مواطنو حي الداخلة في عطبرة ينظمون وقفة احتجاجية رفضا للحرب والمطالبة بإيقاف الحرب فورا. بدء إجلاء الرعاية الهولنديين من الخرطوم عبر طائرتين. استمرار توقف 57 مستشفى من أصل 80 مستشفى من مناطق الاشتباكات في الخرطوم والولايات. أوشا تعلن تغليص بعض أنشطتها في مناطق من السودان بسبب القتال. حكومة شمال كردفان تصدر قرار بفرض حالة حظر تجوال بالولاية ابتداء من الساعة 10 مساء وحتى 5 صباحا. قتلى وجرحى وسط نزلاء سجن بورسودان إثر أحداث شغب داخل السجن. هدنة بين الجيش والدعم السريع لمدة 3 أيام بوساطة أمريكية. إطلاق نار كثيف في محيط القصر الجمهوري ودوي انفجارات متقطع وهدوء نسبي في أجزاء من الخرطوم. القوات المسلحة وافقنا على الهدنة بوساطة أمريكية سعودية. الدعم السريع يتهم الجيش بخرق الهدنة وتحليق الطائرات في مدن الخرطوم الثلاثة. نقابة الأطباء مقتل 18 مدنيا أمس الاثنين، وارتفاع عدد الضحايا المدنيين إلى 291 قتيل ونحو 1700 جريح. خالد عمر يوسف المبادرة الأمريكية مفصلة وحددت آليات ومراحل الوصول لاتفاق نهائي بين الأطراف. عمر الدقير ملتزمون بالعمل المشترك مع المبادرات الوطنية ونرحب بنجاح المبادرات الأمريكية للوصول إلى هدنة. هدوء حذر في الجنينة بعد معارك بين الجيش والدعم السريع استمرت لأكثر من 12 ساعة وسقوط أعداد من القتلى والجرحى. مبادرة معا لاستمرار غرب دارفور تدين تجدد الاشتباكات في الجنينة وتدعو الجيش والدعم السريع للبقاء في مواقعهم. انطلاق مبادرة لأعيان مجتمع الأبيض تطالب بوقف الحرب وعدم استهداف المدنيين. كندا تسمح للسودانيين بالتقديم لتمديد الإقامة مع السماح بالعمل والدراسة بسبب الأوضاع الحالية.
إسرائيل تعلن طرح وساطة بين البرهان وحميتي بالتنسيق مع واشنطن والإمارات. مقتل دبلوماسي مصري بالخرطوم وتضارب البيانات بين الجيش السوداني والخارجية المصرية. إعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي باختفاء عدد كبير من المواطنين في الخرطوم. الهلال الأحمر يعلن جمع 8 جثث في مدينة نيالة ظلت في مواقع متعددة منذ بدء المعارك. والي شمال دارفور يشكل لجنة للتنسيق بشأن حماية أحياء الفاشر من اللصوص والمتفلتين. إطلاق سراح نزلاء سجن نيالة لعدم توفر الغذاء والماء والكهرباء. شركات شحن حاويات في بورسودان توقف تلقي الحجوزات بسبب القتال الدائر في البلاد. بريطانيا تبدأ إجلاء حاملي الجوازات البريطانية وأفراد أسرهم المباشرين ابتداء من اليوم. استعدادات لإجلاء أكثر من 1000 من أفراد البعثات الدبلوماسية والأممية عبر باخرة فرنسية من بورسودان. منظمة العفو الدولية تؤكد أن الحرب الدائرة تفاقم معاناة دارفور. انتهى الموجز، قرأته لكم من راديو دبنجا، والتغطية مستمرة في رأس كل ساعة، سنوافيكم بآخر الأحداث. انتهى موجز الأخبار، ننتقل لآخر تحديثات الوضع الإنساني في السودان ورسالة الناطق الرسمي باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء دكتور عطية عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي راديو دبنجا، في البدء خالص التعازي لجماهير الشعب السوداني وأمنية الصحة والعافية لكل الجرحى والمصابين وعودا حميدا لكل المفقودين. اليوم صبيحة 25 من أبريل يوم الثلاثاء، للأسف الشديد الهدنة الرابعة وقبل أن يجف مدادها تواصل القصف في كل مكان. قبل قليل فقدنا أستاذنا الدكتور بشرى ابن عوف، وأيضا هنالك عدد من الكوادر الطبية أصيبت وبعضها مفقود حتى الآن. يعني يرتفع عدد الكوادر الطبية ضحايا هذا الصراع الدموي إلى 13 شخص. هذا عدد كبير جدا، وأيضا المستشفيات التي تعمل تتناقص بشكل مخيف جدا. النظام الصحي ترنح وهو آيل للسقوط في أي لحظة. نحن يهمنا جدا، ونحن يعني بالغ الحزن على هؤلاء الجرحى الذين لا يستطيعون، أيضا لا نستطيع الوصول إليهم، وأيضا الجثث الملقاة على قارعة الطريق. أيضا نريد أن نشير إلى أهالينا الذين يقبعون في منازلهم والذين يعانون الأمرين، كبار السن والنساء والأطفال، وأيضا ذوي الأمراض المزمنة الذين انقطعت بهم السبل ولا يستطيعون الذهاب إلى الصيدليات لشراء أدويتهم، وكذلك لا يقومون بالفحوصات الدورية. وأيضا كذلك يعني نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي فسدت بعض من أدويتهم كدواء الإنسولين. هذا مؤشر خطير، يعني طرفي الصراع في السودان تركوا الشعب السوداني أمام خيارين، إما الموت بالرصاص أو الموت بالمرض. هذا الأمر مخالف تماما لكل القوانين الدولية لحقوق الإنسان وكل الأعراف الدولية وحتى الأعراف السودانية السمحة. نحن نطالب المجتمع الدولي بالضغط على طرفي الصراع لوقف هذه الحرب العبثية فورا. كذلك نحن نطالب بممرات آمنة كالتي فتحت لإجلاء الجنود المصريين وإجلاء الرعاية الأجانب من السودان. يعني نتمنى أن هذه الطائرات التي تأتي لإجلاء الرعاية الأجانب أن تأتي محملة بالمعينات الطبية. هذا أقل ما نطلب من أصدقاء السودان بالخارج. وأيضا نحن نتخوف تماما بعد إجلاء هؤلاء الأجانب من السودان سوف ينفرد طرفي الصراع بالشعب السوداني. نتوقع يعني الأسوأ، وهو ما بيناه في بيان رسمي أصدرناه يوم أمس الأول. الأوضاع الإنسانية في كارثة، عدد من المنظمات لا تستطيع الوصول إلى مخازنها ولا تستطيع مد يد العون. نحن نجدد ندانا لكل أصدقاء السودان بإرسال يعني جسور جوية وبرية وبحرية للدعم الإنساني. الذي يحدث الآن في السودان لا يمت لكل الأخلاق السودانية بصلة. نحن رسالتنا لطرفي الصراع في السودان بوقف هذه الحرب العبثية فورا.
أيضا حتى اليوم يمكن عدد الشهداء وصل 300 شهيد وأكثر من 1700 جريح، هذا وسط المدنيين فقط. نحن حتى الآن لم نستطع إحصاء يعني عدد من المستشفيات المدنية التي لم نستطع إليها، بالتأكيد هذا الرقم يمثل المدنيين فقط وليس لدينا إحصاء عن العدد العسكريين. مرة أخرى هذه المستشفيات تفتقد إلى مقوماتها الأساسية للقيام بمهمتها، أيضا انقطاع التيار الكهربائي والماء وأيضا الوقود المشغل لمولدات الكهرباء، هذه مؤشرات خطيرة وخطيرة جدا. أيضا نحن نطالب بممرات آمنة للإسعاف حتى يقوم بواجبه من توصيل المعينات وأيضا إجلاء الجرحى في أماكنها من وإلى المستشفيات. نتعاون كثيرا مع عدد من الولايات المجاورة إلى الجزيرة وولاية نهر النيل في تحويل عدد من الحالات بعد أن وصلت مستشفيات الخرطوم كلها إلى سعتها الاستيعابية تماما. نحذر مرة أخرى طرفي الصراع بعدم استهداف المستشفيات وأيضا الأحياء السكنية وهو ما حسب القوانين الدولية. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو بجنينة. اندلعت اشتباكات صباح اليوم ذات طابع قبلي وليس لها علاقة بالقتال بين الجيش والدعم السريع. راديو دبنجا تحدث للسلطان سعد بحر الدين سلطان المساليد بغرب دارفور. أميس ولا حسي ده حصل هجوم كاسح للمدينة، حسي احنا في القنابك، حسي كده في هجوم كاسح قبله أظن ساعة إلا، وحرق كل المقار بتاعت النازحين ويعني فيكم في موت كثير ما معروف وفي خسائر حتكون كثيرة. يعني الهجوم من دعم السريع هجموا على المدينة ولا لا؟ لا 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 ما دعم سريع، يعني قبائل مشكلة قبلية بكثير عرب ومساليك. والآن الموقف شنو الآن؟ مشكلة قبلية منهم ديل. يعني الآن الموقف شنو كده؟ الدين يعني حاجة كده والله موقف ما معروف، يعني طبعا ذخيرة كثيفة جدا وكلنا الناس ما ساكر محترفين، دخلنا جوا الأوض وقفلناه ومنتظرين شوية تهدأ نطلع نستطلع الناس نشوف الحاصل شنو، لكن هجوم كاسح من الاتجاهين من شرق الجنينة ومن جنوب الجنينة، يكون في خسائر كثيرة. ولا الجزء الجنوبي من الجنينة كله حاسس شمال الجنينة، كل السكان والنازحين ما في حكومة طبعا، لا في جيش لا في شرطة لا في ذاك لا في ذاك، وما في جهة بتحمي الناس أصلا إلا الله. إذا عندك رسالة ده توجهه يعني في الأوضاع ده بتقول شنو؟ والله يعني إحنا بالناشد يعني إحنا لحد امبارح عملنا خطوات جريئة ومتقدمة جدا وأكدنا أن نحدث توافق يعني، لكن الشيطان وإخوان الشيطان يعني قدر يلعب ببعض الناس من المجموعتين. يعني هنا نوجه لهم رسالة أن يحتكموا رسالة الأقل، الليلة ما في منظمة تقي زول ولا في دولة بتحمي زول إلا المجتمع ذاته هو في نفسه، وبالتالي يعني هنا والله لو عندنا مناشرة بنناشد كل الأطراف يعني أن يحتكموا رسالة الأقل ويوقفوا القتال، لأنه ما في زول مستفيد، مضر المنطقة ومضر أبناء المنطقة يعني. ونسأل الله أن ربنا يأمنهم يعني يأمن البلد ويأمن الأهل والبلد تستقر. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. وفي الجنينة أيضا تحدث مراسل دبنجا أبو الشراتي للشيخ عبد الله داود شيخ معسكرات الجنينة حول الوضع الراهن. إذاعة راديو وتلفزيون دبنجا يستضيف الشيخ عبد الله من ولاية غرب دارفور ومعسكرات الجنينة بخصوص الأحداث التي وقعت بالأمس وأحداث اليوم المستمرة حاليا. طيب شيخ عبد الله داود الكراء ادينا التفاصيل بتاع امس، هل في وفيات او في جرحى؟ وادينا التفاصيل ايضا بتاع الليله حاليا المعرفه الشغال. شكرا اذا اتاري ضمان الشيخ عبد الله داود من الجنينه. فهي انه الامس يوم 15/4 وقع حدث في مدينه الجنينه المنطقه الجنوبيه. المنطقه الجنوبيه تحجموا لأحياء الجبل والمعسكرات المطاخمة لأحياء الجبل، تقريبا خرج فيهم زي 3 مراكز، مركز الصفوة ومركز التجارية ومركز مركز كفاح، 3 مراكز، وقتل فيهم تقريبا حاجة بتاع 11 أو 12 شخص، وأصيب 21 أو 19 شخص ده بيوم أمس. أما اليوم برضه امتدت نفس الهجومات
ممتده باحياء الشرقيه كانت الدخول الغزاة من اتجاه الشرقي من اتجاه الكوبري جريندان ودخل بحي الثوره وامتدادا بمركز الهلال الاحمر والتدامن احياء التدامن والمراكز المتاخمه للجنوب والان الان الهجوم والمعارك داريه باتجاه السوق واتجاه الاحياء الشرقيه الان معارك داريه في داخل السوق ونسمع دوي الانفجارات من اتجاه الشرقي القياده حيث انه في زي الضغوات بتفضي فوازي في اتجاه السوق والان معارك داريه في داخل السوق والاحياء المتاخمه. طيب الشيخ عبد الله، اول حاجه فيما يختص بمراكز الايواء، مراكز الايواء دي ما اماكن بتاعت نازحين، هل ال- 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 الجهات اللي جات هجم الحته ده يعني ميليشيات في وجهة نظرك؟ واذا كانت الميليشيات موقف الحكومه كيف بالنسبه للدفاع عن المدنيين؟ والله ميليشيات انا شايف انه مثلا المدججه بمواد البخاريه والاربات الدفع الرباعي وحتى انه مثلا الناس ماشيين في الاقدام غير الاقدام محمله بسلاح الكبيره الرشاشات الطشكه والسلاح الشخصي الصحيح فاتجاه الحكومه من الامس قيام من الامس قيام تام للحكومه هنا شايف حاسس اتجاه الحكومه حتى انه مثلا الحمايه في ما تصدر انه حتى البنوك ما فوق حمايه لكن انه الحكومه كلها ارتكز اتجاه القياده العامه الآن. طيب وأين قوات الدعم السريع في هذا المجال؟ لأن قوات الدعم السريع وقوات الجيش برغم الخلافات بينهما كان من الأفضل أنه يعني أن تكون هناك يعني مثلا حماية للمدنيين ولا قوات الدعم السريع لم تظهر هنا؟ والله أنا شايف أنه في كان أنه نواشات بين القيادة العامة ودعم السريع لكن الحكومة كانت في البداية ونسمع أنه الآن ما شوف أنه كل مركز القيادة العامة حتى أنه مثلا قائد بتاع الدعم السريع في المشهد اتجاه القيادة طيب شديد يعني. مطالباتك شنو بالنسبه للحكومه السودانيه خاصه المتمثله في الدعم السريع ومتمثله في الجيش بالنسبه لحمايه المدنيين في ولايه غرب دارفور الجنينه؟ والله انا في ولايه غرب دارفور الان حاسين مثلا خلاص انا كل الناس لانه خلاص وفاء وراء ما عنده حاجه بعد ده شايفه منه كل المراكز حرق وإذا كان إنه مثلاً في إذا كان إنه من دعم السري ولا سواء كان إنه مثلاً من الحكومة أنا نحتاج حماية يحتاجوا مصوت الأخي أنا لا أقول إنه مثلاً خلاص أنا هنا في حياة الإنسان يكون إنه مثلاً ماشي يعني أنا ما عندنا علاقة بالسياسة لكن حق إنه مثلاً يحتاجوا مصوت الأخي عشان مواطن ده يعيش آمن ومرتاح وألا إنه مثلاً يعني الحكم ده حكم بيد الله سواء كان إنه دول حاجة شخصية الله بديك له ولا إنه مثلا سواء كان تلك بقوة ده تكون حاجة شخصية وإنه مثلا ده في دنيا كان لكن كيف تعمل الحكم أنا هنا دايرين حكم راضي أنا هنا إنه مثلا ما دايرين إنه نعيش بسلامة كمواطنين. طيب رسالتك للجهات الدولية والإقليمية والمنظمات هو الإنسان خاصة مثلا الأمم المتحدة وغيره رسالتك لهم شنو؟ والله رسالتي إن المنظمات الدولية تقريبا إنه هم خرجوا أنا إنه مثلا فما أعرف إنه ما ندري في المكتوب الليلة لكن هم خرجوا ناس ذيلا ولا مس لا دعوة تقلوم عشان تدعيم لإيواء النازحين أو المتضررين عموما في الولاية المتضررين أنا داير ناس ذيلا يعيد لنا الليلة قبل بكرة والناس ذيلا خلاص إنه مهروقين ما عندهم حاجة في عندهم حاجة بأكلوا ولا حاجة بيشربوا ولا حاجة بيتخطبوا ما في جميع المعاوية الغذاء والكساد كله ما في تعرفي ليه الناس ديل إنه مصر مفروض يعود الليلة قبل بكرة عشان يبقى المطن يحلو أهو كمان عنده مجتمع دولي عليها دايرين حماية عليها دايرين حماية سواء كان إنه مصر الحماية الدولية بشكل كانوا عليها دايرين الحماية الليلة قبل بكرة. شكرا جزيلا الشيخ عبد الله داود من معسكرات الجنينة ولاية غرب دارفور بما أفدت وكن معنا في التواصل. شكرا جزيلا. راديو دبنجا.
ومن الجنينة ننتقل للفاشر ومراسل الدبنجة التي تقول بأن الأحوال هادئة نوعا ما بعد الهدنة التي تم التوصل إليها بين الجيش والدعم السريع قبل بضعة أيام. السلام عليكم. الأوضاع بمدينة الفاشر منذ الاتفاق اللي تحصلت عليها لجنة المساعي الحميدة مع طرفي النزاع تم وقف إطلاق نار تمام بمدينة الفاشر، لكن هناك ظهور بعض الانفلاتات الأمنية وانطلقت بعض التفلتات الأمنية، مثل عمليات نهب مسلح وتعديد بالسلاح منها على السرقة، أدت إلى مقتل 3 أشخاص بعد أن اقتحموا مجهولون مسلحون صباح الاثنين منزل المواطن محمدين أبو القاسم تاجر بحي الرديف لتنفيذ عملية سرقة عربة. قام المسلحون بتبادل إطلاق النار مع صاحب المنزل، أدى إلى مقتل صهره بجانب السائق، كما قاموا أفراد المنزل بقتل أحد أفراد العصابة. ومساء أمس أيضا شهدت المدينة إطلاق نار كثيف بموقف مليط شمال مدينة الفاشر، أدى إلى مقتل شاب وإصابة 2 من وده بسبب إطلاق نار من قبل مسلحين برضو إطلاق النار بسبب من قبل مسلحين. وصباح اليوم في تمام الساعة 2 صباحا برضو شهد المدينة إطلاق نار كثيف جدا جدا ومواجهة بين الشرطة والمتفلتين، أدى إلى مقتل صول بالشرطة ده بعد ما محاولة المتفلتين سرقة سيارة الصول بالشرطة. أما من النواحي الصحية أو الجانب الصحي، فتم فتح جميع المستشفيات والمراكز الصحية بالاتجاه الجنوبية، وتم مدها بالأدوية والمعينات الطبية، وده بجهود من مبادرات شبابية ناشدوا وطالبوا الخيريين والمنظمات بتقديم المساعدات الطبية، وأدى إلى فتح كثير من المراكز الجنوبية. المراكز الاتجاه الجنوبي دي شغالة 100%، حتى مراكز الأحياء تم افتتاحها. أيضا تم فتح مركز غسيل الكلى، ومركز عبد السلام ده بالاتجاه الشمالي ده متخصص بعلاج مرضى السكري، وتعمل المستشفيات ده بجهود مقدرة وبتستقبل الجرحى والمصابين والأمراض المزمنة. أما من الناحية الاقتصادية، هناك تزايد كبير جدا جدا في أسعار المواد الغذائية، حيث بلغ جوال السكر من 32,000 إلى 65,000، ورطل السكر على 600 جنيه، وكيلو الدقيق من 600 جنيه إلى 1,000 جنيه، وباقة الزيت من 25,000 إلى 50,000، وكيل اللحم من 3,000 إلى 5,000، وغير متوفر تماما. وفي مناشدات من مواطنين مدينة الفاشر طالبوا التجار بعدم زيادة استغلال الوضع على حرب وضع المدينة وفي زيادة الأسعار. وفي إضافة بسيطة، تم فتح إذاعة الفاشر فتح تدريجي الصباح ساعة والمساء ساعة، وده لمناشد لتقديم الدعم المعنوي والنفسي للمواطنين، وحثهم بأنه الحرب في مدينة الفاشر وقفت تماما، بيقوموا بيستضيفوا فيه رجال دين، بيستضيفوا فيه ناس أخصائيين نفسيين في خلال ساعة، يعني بالنسبة للهلأ والخوف اللي انتشر وسط المواطنين والأطفال، فالإذاعة اشتغلت وعادت الشغل ساعة مساء ساعة صباح، على أساس إنه بيقدم لهم الدعم النفسي والدعم الاجتماعي. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. أصدرت هيئة محامي دارفور بيانا ترفض فيه الحرب وتحمل طرفي النزاع مسؤولية الخسائر البشرية والمادية. الزميل صالح زكريا تحدث إلى الأستاذ صالح محمود المحامي رئيس هيئة محامي دارفور. مرحبا بك أستاذ صادق، وخيركم دائما أنتم معنا في اللحظات الصعبة. البيان هو امتداد لمواقف هيئة محامي دارفور وشركائها، والبيان الأخير بتاريخ اليوم يتلخص في النقاط التالية. أول حاجة، رفض الحرب، كررنا رفضنا للحرب بكل أشكاله، وحملنا مسؤولية معالة الأمور في البلاد من قتل وتشريد وتدمير للبرهان والحماية باعتبارهم عن طرفي الحرب الآن.
ايضا نحن وضحنا للراي العام انه اسباب هذه الحرب هي اسباب ذاتيه في المقام الاول وتخص تطوير الحرب في المقام الثاني من خلال التسابق للانفراد بالسلطه. وهذا المعنى هم الاثنين ايضا يخدموا مصالح قوى اقليميه ودوليه طامعه في يعني في موارد بلادنا وموقعه الجغرافي السياسي وكذلك يعني ايضا امتداد يعني امتداد الهيمنه على السودان والتبعيه وفرض التبعيه السياسيه والاقتصاديه بعد خروج الاستعمار 56. كذلك البيان اوضح انه الجرائم المرتكبه حاليا داخل الخرطوم وخارج الخرطوم في المدن المختلفه هي جرائم كلها تدور حول جرائم ضد الانسانيه وهي واحده من الجرائم الثلاثه الشنيعه. نحن برضو في البيان قلنا انه الناس اللي تسببوا في الحرب اللي هم طرفي الصراع برهان وحميتي وحلفائهم يجب ان تتم مساءلتهم فورا وتتم تقديمهم للمحاكمات بسبب هذه الانتهاكات الشنيعه حقوق الإنسان والقانون الدولي. قلنا أيضا في البيان أنه من مصلحة الشعب السوداني بعد قيادتي الطرفين اللي هو البرهان وحميتي من العملية السياسية بالمرة في المستقبل ما يكون عندهم أي طريقة للعودة يعني ممارسة العملية السياسية كان طبعا الحلول يعني من انزلاق البلد للفوضى العامة. راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. ونختتم هذه الجولة بالنيل الأزرق حيث يسود الهدوء ويعم السلام بفضل التفاهمات بين الجيش والفصائل العسكرية المختلفة بالإقليم كما يقول مفوض العون الإنساني بالإقليم الأستاذ رمضان ياسين حمد. نشكر لإذاعة تلفزيون دبنجا لهذه الاستضافة الصباحية ونؤكد لكم أن إقليم النيل الأزرق من المناطق التي لم تتأثر بهذه الأحداث المؤسفة التي تجري في الخرطوم وبعض الولايات. جاء ذلك نتيجة للحصافة التي تعاملت بها القوات المسلحة مع المكونات العسكرية الأخرى التي تحارب الحكومة في الخرطوم، فضلا عن وعي كافة رجالات الإدارة الأهلية والشباب والمرأة الذين قرروا عدم العودة لمربع الحرب مستفيدين من مكاسب اتفاقية جوبا للسلام 2020. هذا وفي اجتماع جامع ضم كل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات المنظمات الأجنبية بدعوة كريمة من سعادة الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق. التأم الاجتماع الجامع بالمجلس التشريعي بالأمس والذي ضم كل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأجنبية العاملة بالإقليم حيث تلقى الحضور تنويرا ضافيا من سعادتي عن الخطوات المتسارعة بالعاصمة القومية الخرطوم. وهذا الأمر استدعى مثل هذا الاجتماع لإطمئنان كل الوكالات بأنه الأهوال هادئة مستقرة في إقليم النيل الأزرق وحكومة الإقليم عندها جاهزية لإخلاء كل الموظفين الأجانب بطريقة سلسة لأي موقع يحددونها لاحقا، هذا إذا ساعت الأحوال الأمنية. أما حتى هذه اللحظة فإقليم النيل الأزرق يعيش في سلام ووئام بفضل كل المجهودات المبذولة من قبل الأخ الحاكم ولجنته الأمنية. بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. للتواصل معنا يمكنكم إرسال رسالة أو تسجيل صوتي عن طريق رقم الواتساب الخاص بدبنجا 00
031-20-8-4-7-0. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.